احنا الحين في وين؟ في النخيل سنتر. وين رايحين بالضبط؟ رايحين على الطابق الاول، وبقول لكم وين وشنو جاية اسوي. وين جاية؟ على سكيب كود. شنو في سكيب كود؟ عبارة عن شنو؟ عبارة عن غرف جيمز فيها كوز. شنو هو موضوعه؟ موضوع حلو ويديد عندنا تقريبا في البحرين. هو عبارة عن حل البازلز مال الالغاز، وهاي الألعاب صالحة للكبار، يعني من سن 12 سنة وطالع. خلوني أدش ووريكم بالضبط شنو أقصد. تعالوا وياي. ما قلت لكم هو عبارة عن غرف حل الألغاز البازلز، وعندهم عبارة عن أربع غرف، ويفضل أنه يدخل على كل غرفة من شخصين. الحلو اللي فيه يعطيكم روح جديدة حق اللعب والتعاون. تقدروا تكونوا هني مع ربعكم، شي تجمعون فرنسي، مجموعة الفاميلي او الطلاب مع المعلمين مالهم، يعلمونهم على روح التعاون مع بعض والعمل الجماعي، وحق محبين الالعاب، وهم حق الشركات وجروبات تبون يسوون لهم ايفنتات، الموظفين يغيرون لهم جو شي مرة في السنة يوم في السنة. فكرة حلوة وجديدة موجودة عندكم في سكيب كود. مثل ما قلت لكم ان موجودة اربع غرف، يعني اربع الغاز تحلونها لازم. بقول لكم واحد واحد الوصف ماله. اول غرفة او اول حل للغز هو عبارة The Sow. شنو هو؟ اللي هو المنشار، عبارة عن غرفة ربطونكم بالسلاسل، وانتو تحاولون تفككون نفسكم من هاي السلاسل باشياء مرعبة ومقرفة ان تحاول تطلع منها خلال ساعة. وبالنسبة للغرفة الثانية اللي هو تومب ريدر، هو عبارة عن شنو؟ غرفة الفراعنة والموميا وهالسوالف، ان تحاولون تحلون الالغاز تفككون روحكم من هالمواضيع التابوتات وهالسوالف، تكون خلال الساعة واحدة بعد. شوفوا هني التايمر يطلع عندكم على الغرفة اللي انتو تختارونها. هني طبعا موجودين الناس فيها، عندهم بعد شاشات المراقبة داخل الغرفة. المهم الغرفة الثالثة عندكم شنو هو؟ هو عبارة ان انت كمسجون موجود في السجن ولابس الكلبش، ولازم تشرد من هاي السجن وتدش غرفة الحارس عشان تفكك روحك وتهرب من السجن خلال ساعة واحدة بس، وهاي تايمر فوق. والغرفة الرابعة اللي وايد احنا نحبها البنات، وهم انا انصدمت يوم قالوا لي ان حتى الشباب يدخلونها، هي عبارة عن أليس ووندرلاند، اللي هي أليس في بلاد العجائب. شنو هو؟ الادفنتشرز، اللي يحب الادفنتشرز تعرفون موضوع أليس. ما في احد ما تابع أليس في بلاد العجائب، سواء رسوم متحركة كارتونز او الافلام. وبعدهم في خلال الساعة واحدة تحلون سولف ذا بازلز. شو ما شاء الله حتى ديكوراتهم اتجنن في المكان، كل شيء على بازلز. المكان حلو، الفنتشر شيء جديد وحلو عليكم. خلاص تملنا من الالعاب المألوفة اللي نروح لها دايما، تعالوا حق شيء جديد. وطبعا هني عندهم بعد قسم للمراقبة في الشاشات الإلكترونية، وانتو داخل الغرف عشان تحلون الغاز. لو طلبتوا مساعدة شيء مني يلمحون لكم شوي في تفكيك الغاز، يعني كوسيلة مساعدة ومراقبة أمنية لكم، يعني كل شيء عندكم مأمن ما شاء الله. وهم شوفوا هني عندكم المكان والغرف، وحتى عندهم اللوجوز كله على أشكال بازلز. تعليمات كامل، وهي الغرف ما شاء الله المكان ينن. طبعا قبل ما تدشون الغرف في ناس وايد عندهم اللي هو اشياء شخصية، هني عندهم لوكر تحطون ملتزماتكم الشخصية، كل واحد لوكره. طبعا هاي حاطين لكم قائمة الرولز الموجودة عشان تشوف فيها الغرف، وهاي الغرف شوفوا، هاي اللي قلت لكم اللي في السجن لازم تسجلون روحكم او تهربون من السجن. وهاي ذا سو اللي هي الغرفة اللي فيها اكشن ورعب، شوفوا الاشياء اللي تخرى. وهم ربطوكم بالسلاسل عشان تطلعون من الغرفة خلال ساعة. وهاي شنو؟ غرفة أليس في بلاد العجائب. هو ممنوع ان انا ادش اصور داخل، بس بسوي الحين فكرة وبدش. وهاي توم ريدر اللي هو انتو في السجن، لا هذه مالت الفراعنة، الاشياء الفراعنة المومياء وشذي الاشياء اللي يحبها سوالف. المهم هو ممنوع اني اصور داخل، بس بسوي لي انا شي خطة، بدخل التليفون وراح اصور.
ما راح أصور لكم التفاصيل بالضبط عشان أنتم ما تعرفون حل اللغز من سنبي. المهم شوفوا كنا سجن صج، اللي هو يربطونكم بالكلبش، يفضل أن يكون شخصين عشان هم يحاولون الهروب من هاي السجن ومن غرفة الحارس الموجودة هنا ويطلعون خلال ساعة. شوفوا غرفة The Soul، شوفوا اللي هو الغرفة المقرفة اللي قلت لكم عنها، عشان تطلعون روحكم وأنتم مربطين بسلاسل. تخيلوا شوفوا الأشياء، ما راح أوريكم هاي التفاصيل. شنو هاي أمبي؟ شنو هاي الأشياء؟ محاشي معلقة، ما أدري، مصارين، سلاسل أنتم تربطون فيها عشان يطلعون من هاي المكان. ما راح أصور التفاصيل أكثر، لايني الأرباب يهوشني. وهذه غرفة الفراعنة توم ريدر. شوفوا هني كل شيء سفتي، أنا ما أقدر أدش وأطلع لأن قلت لكم وحلل الألغاز ما أقدر أصورها لكم عشان ما تعرفون الحل من السناب. أنتوا تيون وتفتشون روحكم من المومياء. موجودة طبعا عندكم التايمر هي تشوفونه قدامكم عشان تعرفون بيش كثر حليتوا اللغز مالكم أو إيش كثر باقي لكم عشان تخلصون نفسكم. شنو هني؟ ما أدري شيء صورته، ما أدري ممنوع ولا صح ولا. طبعا هني في شيء حق اللغز بس ما بقدر أصوره لكم وايد عشان ما تعرفون حل اللغز هني في المومياء طبعا. بس أكثر من كذي ما بصور لكم عشان ما تعرفون تتحمسون وتون حق هاي الأدفنتشرز. وحيني حق الغرفة الممتعة الحلوة أليس وندرلاند اللي هي أليس في بلاد العجائب. متين الفراشات حلوة، الله يكون من برا حلو يعني كي الغرفة حلوة. يلا خلونا ندش. الله الله، يجوتي أليس لقيته.